خبر معانا عن اللاعب الفرنسي الخارق كيليان مبابي واللي قاد فريقه امبارح باريس سان جيرمان باكتساح مضيفه بايز دي كاسل 0 بنتيجه 7-0. سجل منهم لوحده 5 اهداف في دور ال 32 من كاس فرنسا علشان يكون اول لاعب في تاريخ فريقه يحرز 5 اهداف في مباراه واحده. فلعيب عنده 24 سنه ويقدر يحقق كل الارقام والنجاحات دي، حاجه خارقه وعظيمه جدا بجد. الحقيقه ان في اجماع على ان مبابي هيكون خليفه كريستيانو رونالدو، وارقامه واحصائياته بتقول انه اللاعب الوحيد اللي هيقدر يكسر ارقام رونالدو في اللعبه. فاحنا قدام اسطوره كرويه جديده بتتبني كل يوم، بتتطور، وفي منافسه كبيره بينه وبين ايرلينج هالاند اللي عمل برضو ارقام كبيره جدا وعمال يكسر في ارقام كبيره جدا في الدوري الانجليزي. اخر حاجه هالاند عملها ان هو جاب هاتريك قدام ويلفر هامبتون وتفوق على كريستيانو محمد صلاح في الدوري الانجليزي. يعني هند، اعتقد ان احنا متوقعين اننا نشوف منافسه قويه بين الاثنين في الفتره اللي جايه من حيث عدد الاهداف والتالق، بس ان شاء الله يعني كل الحاجات دي بتفرحنا وبنوصل كده لنتائج حلوه ونبقى مبسوطين بكل الانجازات اللي بتحصل.